يحييكم الدكتور قرواش ورحلة جديدة على طيران وز، وهذه خامس مرة على طيران وز إلى باكو عاصمة أذربيجان. ما توقعت المدينة جميلة بالطريقة هذه. المطار ما شاء الله مطار صغير ولكن جدا راقي. أول ما توصل تاخذ فيزا 30 دولار وتدخل المطار. هذا هو مطارهم، شوفوا ما شاء الله كيف راقي وجميل، مطار راقي وجميل. من المطار تقدر تطلب سيارة، تقدر تاخذ التاكسي. التاكسي الرسمي عندهم 70 درهم اللي هو 35 مانات، 35 اضرب في 2 يعني 70 تقريبا. وعن طريق أوبر أو عن بولت ممكن بعشرة، أنا وأنا راجع خدت بعشرة يعني 20 درهم. سكنت في الأنتر، الأنتر جدا جميل، فندق راقي من فئة 5 ستار. اللحوم في كل مكان، اللحوم عاصمة اللحوم أذربيجان. بعدها نزلت أتمشى في شارع نظامي، الشارع المعروف المشهور الساهر، وخدت شريحة إلكترونية، شريحة إلكترونية من غير شريحة اللي عنده آيفون، جدا جميلة وأسعارهم جدا مناسبة، في ب20 في ب30 في ب40 اللي أنت تشوفه، طبعا أضرب في 2 أقول لك 20 معناته 40. هذه هي باكو. اللي أعجبني فيها يا جماعة 10-11-12 بالليل الناس موجودة في الشارع بعكس أوروبا. درجة الحرارة كانت تقريبا 6 درجات إلى 9 درجات، توصل الفجر 3 درجات في شهر يناير 2022، أول زيارة لي لباكو. مطعم باول موجود، مطاعم عالمية موجودة، ستاربكس موجود، كل شيء موجود. شعب جدا طيب زي ما خبرتكم، المانات 1 في 2، السكوترات موجودة في كل مكان، جدا جميل المدينة. هذا هو اسم برج العذراء، برج العذراء قريب من المدينة القديمة، بإمكانك الدخول إلى المدينة القديمة عن طريق برج العذراء وتتريق في المدينة. هذا ظني الفور سيزن، نعم هذا فندق الفور سيزن مقابل البحر ومتحف السجاد. بعدين خدت من هذا المكان القطار إلى أعلى الجبل، هذا تقريبا قريب من الفور سيزن عند متحف السجاد. تأخذ هذا القطار يوديك إلى ساحة الشهداء أو حديقة الشهداء، بإمكانك تأخذ أفضل لقطات من أعلى المدينة في هذا المكان الجميل. أنا صراحة ما كنت مقتنع في باكو يا جماعة سابقا، ولكن مدينة جدا جميلة. هذا أعلى التل، نحن على مرتفع، هذه طبعا أبراج الشعلة مش مشهورة عندهم فيها فنادق. هذه الشهداء أظن في حرب أرمينيا 1990 تقريبا، صارت بينهم مشاجرات وبين الروس وبين الأرمان وكان على الحدود. ما لنا خلونا في السياحة. من هذا المطل طبعا يوم تركب القطار هذا المتحرك إلى الأعلى في هذا المكان، بإمكانك التقاط أفضل اللقطات في هذه المدينة الجميلة. هنا باكو، شوف المدينة كيف مدينة متطورة، فنادق جدا متطورة. هذا أمامكم مول على شكل خاتم، هناك عندك عين باكو في هذا المكان الجميل. شوفوا ما شاء الله عندهم كورنيش واسع، تقدر تتمشى على الكورنيش وانت مرتاح. هي أبراج الشعلة. هذا المكان فيه مطعم، بإمكانك أنك تجلس في المطعم تأخذ لك لقطات جميلة، أجواء باردة. هنا باكو صراحة تستحق الزيارة. أنا ما طول، جلست تقريبا 3 أيام وطلعت على قبالة، بيكون فيديو خاص في قبالة إن شاء الله. هذا المكان الجميل. نزلت من أعلى الجبل مشي، نزلت عن طريق السلالم مشي، طلعت على القطار ونزلت مشي. هذا القطار، موقع القطار تقريبا مقابل متحف السجاد، اكتب متحف السجاد بتشوف نفسك في هذا المكان. وهذه فينيسيا المصغرة، ماني فينيسيا، بإمكانك استئجار قارب تتحوط فيها، مكان جميل مقابل متحف السجاد، تسمع صوت الأذان في باكو.
مقابل متحف سجاد دينيز مول على شكل خاتم، في جلسات حلوة خارجية لستاربكس ومطعم لحوم أمريكي وبعض الماركات موجودة في المول. أفضل شيء في باكو عرض الكورنيش، وانا شوف الكورنيش عريض أكثر من 3 لاينات، مثلا هاي لاين ووراء أكثر من لاين، بإمكانك تأخذ لك مشي على الكورنيش يقارب 7-8 كيلو طوله. رجعت بالليل إلى شارع نظامي، هذا الشارع فيه كل شيء، تريد المطاعم موجودة، تريد الأكل موجود، تريد أي شيء أمامك موجود. قمت ثاني يوم قلت بأخذ لفة الصباح باكر، شوفوا الجمال المدينة، شوارع، مطاعم، كوفيات، محلات أسكريم، البقلاوة موجودة، الزعفران موجود، الناس تقول لك السلام عليكم. مدينة جدا جميلة وقريبة، الأشياء الكويسة فيها قربها من دول الخليج، تقريبا من الإمارات 2:50 وفي الراجعة 2:30، يعني جدا قريبة المدينة. فانطلقت إلى المدينة القديمة، تدخل المدينة القديمة من أكثر المكان، هذه واحد من البوابات للمدينة القديمة، أساس أني أتناول الشكشوكة، أتناول الفطور التقليدي الأذربيجاني يقارب على التركي. فاخترت أحد المطاعم في المدينة القديمة، بإمكانك تختار أي مطعم منهم، يعني الأذواق متقاربة، وفي التصنيف شفت تصنيفا مش كثير بعيدة عن بعض، يعني كل حد بيقول لك مطعم. هذا طبعا الفرن، شوف الخبز كيف في المطعم، كيف طريقة الخبز الأذربيجاني، هذا يعطونك إياه ما أعرف طهر. بعد ما تريقنا وكلنا البيض وطماط في أحد المطاعم، قلت بأخذ لفة في هذه المدينة العتيقة أو المدينة القديمة. أنا ما طولت في باكو، جلست يومين، كان من أحلى يومين صراحة، واليوم الثالث خليته لقبالة، بيكون فيديو بعد هذا لقبالة وبتشوفون الثلوج، وبعطيكم اسم الشركة اللي ودتني إلى قبالة. بإمكانك تستأجر سيارة وتتمشى، بس شوي باكو زحمة، بإمكانك تأخذ دريول ويحوطك معاه. هذا طبعا شفتوا برج العذراء، جيت لفيت لفة كاملة في المدينة القديمة ورجعني على برج العذراء. المولات موجودة حديثة، فنادق حديثة على مستوى الخليج، مدينة قديمة موجودة، أكل حلال وأكل فريش موجود، اللحوم موجودة، قرب المسافة من الخليج، جو بارد، إذا حاب للثلوج خلال 2:30 تكون أنت في باكو أذربيجان وتنتقل إلى قبالة أو شهداد لمشاهدة الثلوج. الشعب جدا طيب. بعدها اخترت أني أروح إلى متحف حيدر عليف، مكتوب في جوجل مركز حيدر عليف، عبارة عن 4 أدوار، كل دور يتكلم عن موضوع. سعر التذكرة 20 مانات اللي هو 40 درهم، ولكن في متحف خاص للسيارات سعر التذكرة 10 مانات، يعني 20 درهم. فأنا أخذت التذكرة هذه، قلت بأخذ لفة وبعدين بطلع على متحف السيارات. هذا يتكلم عن الدمي وعن الألعاب، وهنا يتكلم عن الصناعات والمباني وفي تفصيل عنهن، هذا المبنى شو يعني. هذه طبعا المباني كلها موجودة في أذربيجان، هذا الاستاد مالهم. فهذا طريق المتحف، في كوفي تحت، و شكله يعني جدا مريح، يعني لونه أبيض وشكله مريح. هذه منطقة المعازف أو آلات العزف يتكلمون عنها، وفي تفصيل عنها اللي حاب يعني اللي مهتم في الأمور هذه. أنا أهم شيء جاي حق متحف السيارات، في تقريبا 78 سيارة، سيارات قديمة، بداية سيارات من الخيول إلى السيارات. ما أنا ما أعرف كيف جمعوا السيارات الحلوة هذه، فصراحة هدوء المتحف ومكان السيارات، فاستمتعت أنا بين. أنا أحب السيارات، استمتعت في السيارات القديمة، أقرأ التاريخ سنة كم، مرسيدس، بي أم،
سيارات صناعة سوفيتية لادا وغيرها والسيارات الحربية، وحاطين بعض الصور للحوادث القديمة في السيارات. شوف ما شاء الله السيارات كيف، هاي أساس أنها سيارة سباق لادا، يمكن هاي سيارة لادا وصناعتهم. فالمتحف هذا بإمكانك تجي للمتحف. طبعا وين تروح؟ ارجع لشارع النظامي بالليل والشوارع اللي متفرعة منه. شوفوا يا جماعة، تتكلم عن الساعة 10:30 11، شوف الحركة كيف. بعدها طبعا رحت لقبالة، وبيكون فيلم خاص لقبالة بعد هذا الفيلم إن شاء الله، وبعطيكم اسم الشركة وهاي الأجواء الباردة كلها في فيلم آخر. أتمنى بأن الفيديو عجبكم، فيديو سريع وخفيف عن باكو ووصلت المطار. أتمنى إن شاء الله تعجبكم الفيديوهات، وشكرا لكم جميعا.